بونجور ازيكم النهارده هنتكلم عن طابل سانك وتابلو سينك ده لذيذ جدا ويجي من الرجل فاكرين الرجل اللي خدناها زمان او الموديل اللي هو زيرو سانك ديس فكنا دايما بنشوف ان هو بيزود سانك بيزود ايه سانك كانز فان فان ودايما كنت اقول كل نمبر هبتدي بيه سيبنا من دول بس عشان دول مفهومش ديزان بس كل ديزان هستعمله مرتين مرة مع الزيرو مرة مع السينك مرة مع الزيرو مرة مع السينك ترونت هستعمله مع ترون سينك وكارونت وكارون سينك. كل ديزان هستعمله ايه مرتين طب هعمل بيه ايه ده في طابل سينك هسمي صوابعي كده ادي زرو أه 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 سينك هبتدي من السنك ماليش دعوه بالزيرو لان زيرو فسينك احنا عارفين انها على طول زيرو سينك ديس 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 يعني أنا دلوقتي هاجي أقول أنا عايزة 5 فوا 4 هروح مطلعها 4 على ايديا كده وأعد أدي 5, ديس 15, 20 يبقى ستجال 20 على طول فإحنا هنمشي التابلو كله بالطريقة دي 5 فوا 0 إحنا عارفين أنه أي نمر فوا 0 بزرو 5 فوا 1 هي واحدة بس يعني 5 5 فوا 2 مرتين سينك فاضي يبقى انا عايز تابل سينك يبقى طلع صبعين يبقى ايه سينك ديس يبقى تجالة ديس لو دي بالنسبه لي اسهل ان انا اعمل بتابل سينك اوكي بالنسبه لي اسهل اني اقول بتابل دو في سينك مرتين بلس بعد ديس تمام كل واحد سينك فوا تروا لو اعتبرتها تابل سينك هعد بالطريقه دي لو اعتبرتها تابل تروا هطلع خمس صوابع واعدهم من جوه طب انا هعملهم تابل سينك عشان احنا بنشرح تابل سينك يبقى تروا دو ادي تروا سينك ديس

15 ابتدي في الديزان اللي بعدي 20 25 يبقى 5 فوا 5 ستيغال 25 5 فوا 6 هطلع 6 دوا احنا اتفقنا لغايه هنا 25 يبقى دي كام 30 5 فوا 7 واللي عايز يعدهم الاول مفيش مشكله 5 فوا 7 لغايه هنا 25 30 35 5 فوا 8 لغايه هنا الايد دي كانت 25 في طابل 5 خلي بالكم كل طابل وليه

احنا اخر حاجه وصلنا لها 50 اللي هي كانت الديزان 5 يبقى نحطها مره كمان 55 سينك وبعدين ندخل على الديزان اللي بعديها سوا يبقى 5 فوا دوز ايجال ايه سوا هنعلم الولاد بتا... بالطريقه دي التابلة عشان تكون سهله وبسيطه في دماغهم يحفظوها بمنتهى السهوله دكار طب حد مش عارف ده ممكن نعمل بطريقه تانية ونقول ادي طريقه كمان ممكن نعلمها الولاد طبعا هي مش لذيذه الا لو احنا مضطرين ليها اللي هي نكتب سينك زرو سينك زرو سينك زرو سينك زرو لو ما فيش حل غير كده فاحنا اوكي هنكتب هنا زرو هو اللي كتب مرة واحدة بس كده نبتدي بال1 ان مرتين دو مرتين تروا مرتين كاتر مرتين هنا يبقى في سينك زرو وبعدين سينك طيب انا عايزه سينك فوا كاتر هروح عدى كده ان دو تروا كاتر يبقى دي عايزه 5 فوا 6 1 2 3 4 5 6 فاهمين بعمل ايه اتمنى يكون واضح قبل للسات الدنيا تكون سهله وبسيطه ميرسي خالص واشوفكو على خير باي باي